شاء الله وجيت قدام جيت قدام تسجل قدام صافي جيت السلام عليكم، معكم اخت خديجه مصدق، جمعيه قلوب الخير للاعمال الاجتماعيه والتنمويه. اليوم حنا فرحانين بزاف بهذا النهار العالمي اللي كيمشي لينا في روحنا وفي دمنا، اننا نكون مشاركين في هذه المسيره الخضراء. وكنتمنى الله ينصر سيدنا والله يرحم محمد الخامس والسيدي حسن الثاني والناس اللي توفوا، كنرحموا كنجدوا لهم الرحمه في هذا النهار. وكنشكر جد جمعية المجتمع المدني اللي كانت مجموعة ديال الكتاب اللي تسمع كل وحدة باسمها، لأن كنا إيد وحدة الحمد لله تابعة منطقة ولاية رشود. كنشكروا السيد الرئيس جبيل اللي وفر لنا هذا الشيء كامل وتعاون معنا في هذا النهار بكل حاجة احتاجيناها لقيناها معنا. وكنشكروا الحمد لله كلهم هاد الناس اللي موجودين، الصحافة وأعوان السلطة كل شيء الحمد لله. السلام عليكم. في كل حاجه في هذه البلاد اللي هي كتفرح بلادنا وكتدخل الفرحه والازدهار لبلادنا. كنشكروا جميع الجمعيات المجتمع المدني اللي حاضره معنا في منطقه ولاية رشيد او منطقه اخرى، كنشكرهم على هذا الالتحام والتضامن. وكنشكروا السيد الرئيس اللي استقبلنا بحفاوه وتعاون معنا، وحنا ان شاء الله حنا بغينا نزيدوا ونخدموا هذه المنطقه، وان شاء الله هذه بادره طيبه وحسنه وهذيك بدايه. وكنتمناو الخير للجميع وعاش الملك والله الوطن الملك. شكرا لكم اخت نوال من جمعيه قلوب الخير للاعمال الاجتماعيه والتنمويه. اسمي وهاب مصطفى، مسؤول عن قسم الاسعاف والشباب مكتب الهلال الاحمر لعماده مقاطعه مولاي رشيد. التواجد ديالكم الحاجه اليوم المهم، توجهتنا الدعوه كالعاده بانك توجهنا الدعوه كنستجبوا لها. توجهتنا الدعوه من طرف جمعيه المجتمع المدني لعماله لمقاطعه مولاي رشيد، وان استجبنا لهم وعيننا واحد الطاقم اسعافي يتكون من مسعفات ومسعفين، اللي هو طاقم لانه مكون في ماده الاسعافات الاوليه واخذ خبره في الخدمات الصحيه مستشفى سيدي عثمان والمراكز الصحيه، وجينا باش نقوم بهذا العمل وننجحوا لما التضرر الانسان، نقوم بالتغطيه الصحيه لفائده هاد المشاركين كلهم في هذا الحفل البهيج اللي كيتعلق بالمناسبه الغاليه ديال ذكرى 48 لذكرى عيد المسيره الخضراء مظفره. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. كأننا كنحن أعضاء المجلس الوطني لتطوع المسيرة الخضراء تبع قناة صوت العدالة. أهلا ومرحبا بكم مع الأهاجيج الفولكلورية وزاكورة، فرقة زاكورة، ومع الرئيس أحمد. الفريق والنجم الفريق
مقر عمالة ملاشيد معنا رئيس الفرقة وكذا مجتمع مدني سي ابراهيم، كيفاش كيبان لك هذا النهار؟ السلام عليكم، تحية للمتتبعين ديالنا على قناة صوت العدالة، معكم ابراهيم. مرحبا رئيس جمعية ترغلي للإدماج الاجتماعي والفني ورئيس المجموعة ديال أمجاد دقة السيف طبعا اللي كتحتضنها هذه الجمعية. فنحن اليوم سعداء باش أننا نتواجدوا في هذه الذكرى العزيزة على المغاربة كاملين، يعني الذكرى 48 ديال المسيرة الخضراء. أكيد بأنه دائما حنايا كجمعية كنشاركوا في هذه المناسبات الوطنية والدينية، وبهذه المناسبة كنتمناو الصحة والسلامة وطول العمر لصاحب الجلالة، والصحراء مغربية وكتبقى دائما مغربية. فتحية للمغاربة كاملين فين ما كانوا، تبارك الله عليك. شكرا سي حسن، بارك الله فيك. شكرا دائما المتتبع قناة صوت العدالة سي تي في. كنتوجه امام عمالة مول رشيد سيدي عثمان، دائما تخليدا للذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء. شكرا على تتبعكم لصفحتنا قناة صوت العدالة سي تي في، والى فرصة لاحقة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.